يا مرحبا ويا اهلا وسهلا وحيا الله كل اللي يشوفونا على قناه روتانا الخليجيه. حلقه جديده معاكم فيها راح نبدا ان شاء الله بكثير من الفقرات من مختلف المجالات، وبرضو عندنا السوالف والاخبار اللي حنسولف معاكم فيها، نشوف ايش الجديد وايش اللي صاير عشان نعرف نحرص من ايش ونتعظ من مين، وهكذا هي الحياة. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا لميا. مساء النور عليك طراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، اللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة، وأكيد مع وسط الأسبوع نقول لكم ساعة كاملة رح نقضيها معاكم بكل حب. في صراعات منذ الأزل ما بين صحيح. يعني الأخ الأكبر من أخوه الصغير بسنة، أوقات الصاحب أكبر من صاحبه الثاني بسنة ولا بيومين ولا بعدة أشهر، أوقات يكون يعني في اختلافات بس مجرد أنه أنا أكبر منك وأنت أصغر مني، أنا أفهم منك أنت ما تعرف اللي أنا أعرفه. وصلت صراعات إلى 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 أجيال، الجيل الفلاني يتنافس مع الجيل الفلاني، الجيل الثمانينات، خلينا نكون صريحين بالاخر، جيل الثمانينات اللي هو جيل الطيبين بيتنافس مع كثير من الاجيال، بيقول مو بس الثمانينات يا طراد ابدا، مو بس الثمانينات والتسعينات يعتبروا من جيل الطيبين. طيب بدايه التسعينات عشان لميا لا تزعل، مع باقي الاجيال بسبب انه جيل الثمانينات عاشوا كل شيء والى الان عايشين كل هذه الاحداث وتظل هذه الصراعات، لكن مين يفوز؟ اكيد جيل الثمانينات. لا طبعا اكيد جيل التسعينات وجيل الثمانينات اكيد ما نقدر نستغنى عنه، في النهايه تختلف الاراء او تختلف حول النظره لكل الاجيال بحسب الامور الحياتيه لكل جيل المتغيره دائما بسبب تطور الالكترونيه والتكنولوجيا اللي عايشينها في الزمن الحالي او الجيل الحالي. اكيد يعني بنفتقد لاشياء كثيره يفتقدوا لها الجيل الحالي ما عاشوها مثل ما احنا عشناها، واذا تكلمنا عن جيل الثمانينات والتسعينات تحديدا راح يكون بالنسبه لنا احلى جيل، لانه عشناه بكل تفاصيله، عشناه بكل براءه وبكل طفوله، كانت يعني ايام نقول يا ريت تنعاد، ان شاء الله يا رب تنعاد، بس ما تنعاد ابدا. في النهايه اختلف الجيل وتطورت التكنولوجيا وصرنا في زمن مختلف او زمن نقدر نسميه بزمن التكنولوجيا. انت شاركتي في الاعداد امس شيء؟ لا، لانه محطوط الثمانينات والتسعينات، فاعتقد انه لك لك لمسه واضح كده روحك في السؤال. عموما انا يعني مثل الثمانينات. اي تراني مثل الثمانينات يا جماعه، هو التسعينات. انا التسعينات لسه صغيره. ماشي كم سنه مو شيء. عموما حنكمل معاكم باجوبتكم من خلال السؤال اللي طرحناه في تويتر، اوصف جيل الثمانينات والتسعينات بكلمه والجيل الحالي بكلمة، نشوف مع بعض الردود. نروح لأول ردود من آيميد تقول جيل الثمانينات والتسعينات جيل الطيبة والبراءة والبساطة، والجيل الحالي جيل انفتاح وتطور سريع، الله يستر منه ويعيننا عليهم إياه. فعلا دائما وأبدا. عندنا كمان مين؟ جوجو تقول جيل زمان جيل صفاء القلوب والطيبة، الجيل الحالي ما عنده صبر أبدا وما يسكت في المواقف اللي المفروض السكوت فيها. فعلا صادقه يا جوجو، ياخذوهم بالصوت هذا الجيل، يعني مندفع جدا. ريم تقول جيل زمان الوفاء والصدق، جيل يمثل حب لاخيه كما تحبه لنفسك، جيل عاش على ابسط الاشياء، جيل يعرف كيف يتصرف، اما الجيل الحالي اعتمادي. مو حب لاخيك ما تحبه لنفسك، يعني خلينا شويه على جنب نتناقش فيها، لانه كان في صراحات على السمبوسة فانت نحط تحت الصحن عشان تاكل اخر حبه، هذه ما نقدر ننساها. مريم تقول جيل البراء الجميل يا عمري علينا، جيل عاش وشاف التطور من بدايه ولادته، ابناء وبنات جيلي فقط بالله حق، والجيل أيوة الحالي رهيب. اي أيوة والله يا مريم صادقه. اما الصبيت حزيران تقول جيل التسعينات جيل مميز، جمع بين كلاسيكيه واصاله الثمانينات وأناقة الألفية، الجيل الحالي جمع بين الذكاء والانفتاح والتطور، وصادقة يا أمل. أيوه الله المستعان. بس فيداء تقول الثمانينات للتسعينات جيل كراش والألعاب الحلوة والوسطية بكل حاجة، الجيل الحالي مخيف ما له أمان، يتأثر بسرعة وبسهولة وبرضه موهوبين. وجهة نظري فعلا تحترم وصادقة في نقاط يا فيداء. صحيح. لينا حاتم تقول التسعينات والثمانينات جيل سبيس تون. نعم. والجيل الحالي سريع التعلم ويحب يتميز، وللأسف البعض يخلط بين التميز والعيب. كيف تقال؟ ممكن قناة شباب المستقبل مع الصوت هذا مرة ناسب. حنغني أغنية سبيس تون. جايك جيل الثمانينات والتسعينات بالأصيل، والجيل الحالي بالإبداع بالأصالة تقصد. صحيح فعلا.
نروح لعائشة العامر تقول جيل الثمانينات والتسعينات جيل الطيبين اللي عندهم قوة صبر وقلوبهم صافية يحبون بعضهم، أما هالجيل العكس إلا ما شاء الله الكويسين. حلو جميل. سوزان تقول جيل الثمانينات والتسعينات جيل الطيبين، والجيل الحالي الله يعيننا ويصبرنا عليه، بس يومكم جميل يا أهضم ثنائي ويا أهضم سوزان، وجعل ما يعلق غيركم يا حبايب ساعة شباب. شكرا لكم. أتوقع كل الردود اللي جاتنا اليوم من جيل الثمانين وجيل التسعين، ولا أنا غلطانة؟ شوفي انت لاحظتي في شويه يعني باقي شويه نقول جيبوا الطار على الجيل الحالي، فواضح انه في ناس جدد لسه في من الصغار، وحياهم الله، بالعكس منكم نستفيد ومنكم ومننا تتعلموا. يعني هي اخذ وعطى العلاقه، واهم حاجه انه لا يعني هو اللي يقول جيل الطيبين وجيل الثمانينات جيل يعني مثالي وكذا، هذه يعني شو يعني ما هو صحيح. لا ما 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 نقول هذا الموضوع ابدا، ولا نقدر نقول هذا الكلام. في النهايه لكل جيل مميزات وسلبيات، يعني اذا تكلمنا على جيلنا او جيل الثمانينات والتسعينات ليه كانت مميزات كثيره، وايضا كان في سلبيات انه ما كان في تطور، ما كنا بنشوف شباب مبدعين في مختلف المجالات، لكن مع تطور التكنولوجيا يقول لك كل شيء يجي جديد عليك، كل شيء يتطور عليك، لي اكيد مميزات ولي ايجابيات في النهايه، فنحن ما ننكر ابدا، بس جيلنا كان احلى جيل. هو جيل كان يتمتع بمرونة عالية جدا، كان متقبل لكل أنواع العقاب سواء بالسلك أو الله يكرمكم بشبشب الطائر، هذا كان من أقوى الأسلحة اللي مورست علينا، وأعتقد إلى الآن، ولكن اتطور شوية وأصبح في أشكال مختلفة تخدع الفريسة. عندكم كمان يعني أنواع العقبات، أنه مجرد أنه يتشال الكمبيوتر ولا يتسحب مننا اللعبة الفلانية ولا يعني الجيم بوي ولا حاجات غريبة، كنا نستمتع بأبسط البسيط، كنا نستمتع بأوقات بكلمة، أوقات بأكلة، بوجبة مثلا صارت من زمان مثلا كذا فيها حلا ولا فيها شيء، عندنا حاجات حقيقي الآن ما عاد صرنا نشوفها، أمور تفصيلية كنا نشعر فيها وتخلينا نشعر بالسعادة، وأوقات أمور صغيرة تشعرنا بالحزن، ما أعرف ليش ما عاد صرنا نحس. أعتقد التكنولوجيا أثرت سلبا من هذه الناحية على الجيل الحالي. يعني حتى من أكثر مميزات جيل الطيبين زي ما يقولوا أنه زمان كان في تواصل اجتماعي قريب كثير، بالرغم من وجود وسائل المواصلات الاتصالات اللي بتكون موجودة، كان في جوال، كان في تليفون، كان يعني في أشياء بسيطة، كان في تلفزيون في ذاك الجيل، بس كانت موجودة يعني كان وسائل التواصل الاجتماعي كان في. لا والله لا والله ما صدق يعني بديهية لا, 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 لا ما صدق أكثرات طيب بس لا حقيقي كان في تواصل اجتماعي كبير بين الأصحاب، الأهل، الأقارب، كانوا دائما متجمعين، كانوا دائما ما يستغنوا أبدا عن جمعتهم ولمتهم والسؤال عن بعض ويروحوا لبعض ويزوروا بعض. الحين مع تطور التكنولوجيا وزيادة أقدر أقول وسائل الاتصالات اللي شايفينها، تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي اللي غطت على كل شيء موجود وكسرت البعض من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتصير بين الأهل والأقارب والأصحاب، وصار التواصل بينهم جدا ضعيف في الفترة اللي عايشين فيها، وإن شاء الله ما تنتهي، يعني نقول في مع مر الوقت أو في المستقبل ما تنتهي نهائيا أو يصير في انقطاع تام. أكثر رد أنا لفت لانتباهي مدري مين قال إنه أطفال اليوم ما يسكتون، يعني أي يعني ما شاء الله ألسنتهم ما شاء الله يتعنقلوا فيها، الصلاة على النبي. أي زمان يعني مثلا زمان كنا نروح بيت الضيوف بيت الناس الحلاوة ما عجبتنا نرميها ورا الكنبة مثلا كنا صغار، أو نحطها نحشرها بين الكنبة ويتوصى. الآن مثلا يديله حلاوة ما عجبته، والله ما عجبتنا بواحدة ثانية كذا، يعني ما عندهم مشكلة لا بالتعبير. لا مو بس كذا بيعبروا عن بعض بشكل مو بس كذا طراد، يعني حتى لو راحوا مثلا على ملاهي الألعاب أو مدينة الألعاب يشتروا ألعاب، يعني أنت بتجيب لهم شيء بسيط، لا أنا ما أبغى هذا بالسيارة الكبيرة، ولا لا أنا ما أبغى بلاي ستيشن 5، ولا أنا مثلا أبغى العروسة أكبر عروسة في مدينة الألعاب، يعني ما صار يرضيهم شيء أبدا. أحس التربية الجيل هذا صارت مرة صعبة، وفي النهاية ما نقدر نقول غير الله يعين الأمهات والآباء في هذا الجيل على التربية. أيوة حقيقي الله يسلم المستعان. لا نلتقي نكمل بعض الردود. نروح لغادة الشهري تقول جيل الثمانينات والتسعينات كانوا يخافوا على أنفسهم وعندهم الصبر والعزيمة والشجاعة، أما الجيل الحالي يتميز بالدعل فعلا هو يتميز بالدعل دعل أخذ دلع باي ذا واي، والإنستغرام قصدهم الشهرة.
حصل خير حصل خير والله كعبوله كبيره هذه على الهواء. يقول لك همزه براءه تقول جيل الثمانينات والتسعينات اوصفها بقصص حبهم وخوفهم لبعض قبل ما يخاف على نفسه، اما الجيل الحالي يخاف على نفسه ويحب نفسه. هذا اللي قاعد اقوله يا همزه براءه، صادقه انت فعلا من جيل الثمانينات، انت فاهمه كويس انا ايش كنت اقول. حلو. نروح لام النهدي تقول انا من جيل التسعينات، جيل مميز بطفولته وعفويته والعلاقه القويه بين الاهل رغم عدم وجود وسائل اتصالات، اما جيل الحين الله يستر منه. على فكره جيل نحن اقول لك ايش نحن اقول لك بعد مزون الزهران تقول جيل الثمانينات والتسعينات بجيل الطيبين، والجيل الحالي بجيل الدعل على قول لميا والسهلات. مسعد مساك ومساك يا مزون. هلا يا مزون. نروح لدينا طريقي تقول الجيل القديم جيل بساطه واكتفاء ذاتي، اما الحين تكلف وهياط ونفسنا وحسد. طبعا مش الكل من هذا الجيل كذا، بس الشر يعم. ويسعد لي مساكم واكيد مساك يدينا. هلا والله يدينا. مهر عسير تقول جيل الثمانينات والتسعينات مسؤوليه منذ الصغر، راديو جيلنا رفاهيه ذكاء نضوج قبل الوقت، مع انه المفروض بكلمه واحده. حلو. ايش هذا الكلام؟ انا ما فهمت وجهه نظر. كانت بتوصف بكلمة واحدة. راديو. أوكي. ممتاز ممتاز. زهراء الصقاعي تقول جيلنا والله ما توصفه 140 حرف، طفولة بريئة مليانة قصص وجمال وخوفنا على بعض، الجيل المدلع يا أخي البراءة معدومة ويكبرون أنفسهم. هذه صادقة، يكبروا نفسهم ترى حقيقة، ما صرنا نشوف أطفال شوف كبار. الجيل المدعل لو سمحت. إيمان تقول مع آخر رد جيلي آخر السبعينات الغلابة الصبورين، مراهقتنا بالكثير مجلات وراديو، فأقول للجيل الحالي أحمد ربكم لكن الجيل الحالي أذكى. حلو حلو التواضع. أنا في وجهة نظري الجيل الحالي ما هو أذكى، لكن التكنولوجيا سرعته. بس انا بقول لك حاجه، انت فرحان بجيل التسعينات؟ جيل التسعينات كان ياكل علقات من جيل الثمانينات بشكل مو طبيعي. والله هذا اللي انت فرحان فيه. يعني والله هذا صادق. صادق من جد. الله يغفر لنا يعني. ما اقدر انكر الشيء ذا ابدا، عارف؟ بس خلينا كذا مع بعض. ما انحبست بالله، ما في احد كمان حبسك. يو الله كنت استمتع اجيب اللي اصغر مني وادخله غرفه دفو. والله ما استغفر الله العظيم. لا كنت شرير شويه مو كثير والله. لا 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 يعني من جد الحمد لله انك كبرت ما شاء الله طالعه مني. الحمد لله انك كبرت. الحمد لله. لا لا بس لا حقيقه طلعت. خلينا نسترجع مع بعض ايام جيلنا، جيل الثمانينات والتسعينات. ايش اكثر الاشياء اللي كنا نحب نسويها؟ حلو انك تتذكرها مع بعض ونسترجع بعض الذكريات الجميله. يعني ايش انا اقول لك؟ عندنا انسان حيوان جماد. أيوة. هذه كانت الله. متعتنا الله. لما مره ما في اي اوبشنز وما في عدد كثير اكس او يعني. أيوة. هذه على فكره اكس او كنا نلعبها. لا تراد نسيت. طاق طاق طاقيه رين رين يا جارس. رين رين يا جارس. والعزيزه. وايش اسمها شرعت؟ كنا نلعب شرعت. لا شرعت هذه بعدين. لا لا ترى ايش بعدين؟ لا لا عندكم انتم بعدين، عندنا احنا من الاسبقين احنا على فكره لميا. ايش طب ايش رايك كذا نغني اغنيه جيل الطيبين؟ ايش جيل الطيبين؟ يعني حقيقه انا زعلانه عليهم على شيء واحد، انه على جيلنا ما لحقوا بابا فرحان. الله. يعني والله كنا نستمتع واحنا نشوفه كل يوم في رمضان ونعيش كذا ايام جميله وبابا فرحان يستنى شويه رايحين نتقابل الحلقه الجايه. كان حقيقه احنا يعني نستمتع بهذه اللقاءات، واحنا حنتقابل الفقره الجايه ان شاء الله من ساعه شباب، حنستانس معاكم اتناقش في وقت الفاصل مين الجيل اللي يغلب، مين الجيل اللي يفوز، تسعينات ولا ثمانينات تسعينات ولا الجيل الحالي ما نعرف. بعد الفاصل في ساعه شباب خليكم معنا. وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم فقرة رياضة وصحة، واللي بنتعرف على كثير من الجوانب الرياضية اللي بتفيد الشباب والبنات. يعني حقيقة حتفيدنا اليوم، لأنه خصوصا ضيفتنا بدأت علاقتها بالرياضة من سن السادسة كلاعبة جمباز تحديدا، وركزت بعدها على العديد من الأنواع من الرياضة من ضمنها الكروسفيت، اللي كثير الان صاروا الناس بيلجأوا لي عشان يخسر وزن سريع ويستصحوا اكثر. حنعرف اكثر مع ضيفتنا امل بعطيه الرياضيه والكابتن، خلينا نقول امل بعطيه حياك الله. بلاش كابتن. ليش؟ شرفتينا كابتن امل. اكيد. بس بدايه يعني ما شاء الله ركزت على العديد من الرياضات المختلفه، وبعدين يعني حولتي كل تركيزك على رياضه الكروسفيت. ليش؟
حدثينا عنها أكثر. والله شوفي أنا طول عمري كنت أكتب من يوم أنا صغيرة، من رياضة لرياضة، تنس، سباحة، حتى بعد ما تزوجت وخلفت ما أهملت الرياضة، من جيم لجيم، من نادي لنادي. ما شاء الله. بس بدأت وتعلمت وللأمانة يعني من كل جيم من كل بوت كام، بس وصلت لمرحلة زي فيها ملل من كتر ما التكرار نفس التكرار، أو أنا وصلت لمستوى يمكن أبغى شيء جديد. وكان I have a lot of friends من دبي، وسمعت عن الكروسفيت. كروسفيت ما كان عندي أي فكرة إيش الشيء ده، I just Google it، وطبعا بحر ما فهمت ولا حاجة أول ما، وقعدت أعمل سيرش عليه ودخلت عليه، ترمينولوجي جديد، كلام كبير ماني فاهمة ولا شيء. فقعدت أقرأ يمكن شهر بشوف فيديوز، ويعني I got really interested. تحمست انك تعرف ايش هذا الشيء، هذا الشيء اللي احنا لسه ما احنا عارفين عنه شيء، مع انه هو من سنة 2000 موجود على فكرة. متعرف عليه من 2000. Exactly. من سنة 2000 تأسس. فرحت دبي، كان اول كورس اللي هو CrossFit Level 1، وحضرته كنت متخوفة احضر ما احضر، ماني عارفة الصراحة كيف، لانه مجتمع جديد ماني فاهمة شيء، عارفة يعني احيانا ولعبة جديدة كمان، يعني Exactly. الواحد خايف. بس فلما حضرت يعني it was one of my best experience ever. تعلمت مرة كثير. community لازم تكون من أفضل على فكرة الرياضات، لأنه ما شاء الله عليك كمان من الأوائل، أول فتاة ممكن أتقنت هذا النوع من الرياضات وحصلتي أيضا على شهادة فيها تقريبا. أيوه. فأبغى أعرف إيش الخطوة الثانية اللي قدمتيها بعد ما أخذت الشهادة. أنا لما أخذتها طبعا بدأت كيف، لأنه ما كان عندنا أي شيء لا في جدة ولا في المملكة، يمكن أول كروسفيت فتح في الرياض بس. أيوه. طبعا فصرت أسافر يا دبي يا بريطانيا، يعني أقعد شهر بس عشان ألم بالحركات، لأن حركات صعبة، عبارة عن جمباز، عبارة عن أولمبيك ليفت اللي هي رفع الأوزان، كارديو، تتسوى بطريقة معينة. It has a lot of process and details that يعني لازم تسويها، لازم تتقنيها مظبوط. Exactly. فكنت يعني أسافر أقعد شهر ساعتين أتدرب عند مدرب بي تي، يعني كان صراحة مكلف الموضوع ومتعب، لأنه أنا كمان عندي وظيفة في الصباح، عندي أولاد، بس I wanted to do that، يعني أبغى أثبت نفسي في الشيء ده، وفيله يعني challenge، فيله تحدي، واضح الشغف. أيوة بالضبط. أيوة. فسبحان الله، أنت لما يعجبك الشيء ولا تبغي الشيء، أنا دائما أقول excuse، اللي ما يبغى معناته ما هو حاطط الشيء في باله. صحيح. ولا تقدري تختلقي وقت، تقدري تسوي اللي تبغي. صحيح. إذا أنت حابة الشيء اللي تبي تسوي. فبصراحة إلى الآن بسافر وباخذ، ما أقول أني 100% يعني على دراية كاملة، لأنه زي ما قلت لك بحر، لأنها بتلم بحركات كتير، سواء جمباز، سواء البادي ويت اللي هو وزن الجسم، سواء كارديو، وطريقتهم ما فيها روتين، ما فيها ملل، عشان كده بتخلي فيه دافع الحماس، دافع أنك تبي تتعلمي. وانس مثلا أنك تعلمتي حركة ما هو كفاية، لازم تتعلمي حركة بعدها، يعني الحركة نفسها لها progression، لها يعني تبدأ مثلا نقول مثلا pull ups، ولا هي اسمها العقلة ولا إيش اسمها بالعربي؟ العقلة. أيوه. تبدأيها مثلا بالريزيستن باند، بالمطاط، بعدين تبدأيها تنطي، بعدين توصلي مثلا التشن فوق البار، بعدين التشست، بعدين يعني لها كذا، ما في process. توقيف. Exactly. Process وتكنيكس and everything. حلو. فعشان كده إلى الآن في تشالنج، في تحدي، في أروح هنا، يعني إلى الآن الأسبوع اللي فات رحت حتى البحرين workshop مع زميلتي هالة الحمراني، حضرنا الرينجز اللي هي الجيمناستيك، يعني سنة في الأخير أنت تتخصصي، تروحي للمختصين حقون الجيمباز عشان مثلا تتقني حركة معينة اللي هي الهاند ستاند والرينجز. زي ما قلت لك يعني الرياضة بحر، it's a science، يعني الواحد لازم ياخده بطريقة معينة، يقرأ، يبحث، يتعلم. أنا أعتبره زي الطب بصراحة. حلو. طب واضح صراحة شغفك وحبك لهذه الرياضة، وصراحة نسمع كثير من الكباتن الشباب يشاركوا في مثلا بطولات على دولية أو محلية أو ممكن تكون على مستوى العالم. صح. بس أول مرة صراحة أسمع أنه كابتن شاركت في مسابقات على المستوى الدولي والمحلي أيضا، خيرت تعرفين عن هذه المشاركات. والله أنا ما كنت، يعني أنا أكره الجري بصراحة، يعني أكره وآخر شيء أقدر أسويه، فأبغى يعني أخرج نفسي من الروتين، لأنه جاتني فترة تبع من تتمرن لوحدك وتتدرب لوحدك، تتدرب عشان اللي تحبيها بس، يعني تغلق نفسك على حركات معينة أنت تبغيها، which is wrong، هذا غلط، لأنه لازم تكوني out of your comfort zone، لازم تكوني تسوي كل شيء تبغي تسويه، يعني عارفة حتى لو تكرهي. وأنا من أسوأ الأشياء اللي أكرهها الجري. فقلت خليني أشترك، كان في الكويت Battle of the East، عبارة عن obstacle race وسباق عقبات. أيوه. 5 كيلو،
عبارة عن جاري عسان مع يعني زي السبارتن بالضبط. تطلع تتشاب. أنا بالنسبة للأبر باري سترينث ما عندي أي مشكلة، اللي هي مثلا تتعلق تسوي، بس الجري اللي كان أتدرب صراحة رحت دبي قعد شهر أتعلمت بس كنت متخوفة لأنه ما أجري كثير وشيء جديد بالنسبة لي ومجهد كمان الموضوع بالضبط صحيح. Exactly. وكنت خايفة لأنه أنت في الكويت كثير أجناس معينة، أجانب عرب، ما كان في نسبة سعوديين صراحة غير أنا أظن واحدة كمان شاركت معايا، بس إنه كله أجانب فتتخوف إنه هم عندهم experience أكثر عندهم منك. عندهم CrossFit gyms وعندهم and they're so بصراحة way too advanced يعني جنبنا سواء في الكويت ولا دبي. فأنا قلت يلا إذا طلعت من العشرة الحمد لله يا رب يعني بس الحمد لله طلعت الثالثة يعني بفرق يمكن ثواني بيني وبين الأولى، وما توقعت صراحة كده لأنه يعني it was a very very nice experience. That's why يعني الواحد لا يتخوف، جربي وشوفي سبحان الله إيش يصير معاك. يعني كثير صحاتي قلت لهم شاركوا معايا سووا، لا أنا جاني نفس الشيء بصراحة، يعني كنت شوية لا ما أبغى، لا يمكن ما أطلع يمكن أطلع، بس سبحان الله يعني. والجري يعني كان آخر، وبدأت أحب الجري من بعد بعد ما فزت المسابقة دي بالضبط. شاركت كمان الشهر اللي فات في مدينة الملك عبد الله، جري 12 كيلو وجبت برضو المركز الثاني على فئة السيدات، بس بصراحة كان مرة يعني مرتب ويعني عجبني الكوميونيتي حق الرننج بيبل أصلا، السبورتينج الأورجنايزيشن نفسه، فيعني حابة دحين أدخل أكثر في الرننج تو بي أونست. حلو جميل. طب خلينا ننتقل لنقطة ثانية. أمل، حكاية الـ الـ الدروس أو الكلاسز اللي بتعطيها في الكروسفيت لو تكلم عنها شوية. أوكي، أنا في البداية بصراحة بعد ما أخذتها كنت أبغى بس إنه أطور في نفسي وألعب، يعني ما عندي وقت أصلا مع الشغل مع الأولاد مع البيت مرة ما عندي وقت، فبدأوا أخواتي وصحباتي يعني الكلوز فريندز يقولوا ليه ما تدينا، كنت اوكي ابدا معاهم، وبعد كده حبيت الوضع، حبيت اني اشوف الترانسفورميشن عليهم كيف بداوا هم يا جماعه، لانه الحلو في الكروسفيت يعني يغير العقليه. انت في البدايه تبغي تيجي تلعبي على اساس ابغى انحف، ابغى عندي اجازه ابغى انحف فيها، I wanna look this way or that way، بعد كده يصيروا لا ابغى اعرف اسوي الحركه دي، ابغى get stronger، ابغى اشيل مثلا 30 بدل 20 كيلو. فتبدا انت تحسي كيف الواحد بيختلف التفكير حقه، فهذا صراحة مرة عجبني الموضوع صحيح. ده إنه you shift the way that people think، يعني أو إنه كيف يفكر منه إنه يكون بس إنه أبغى ألعب رياضة عشان يكون شكل حلو، إني أكون قوية وأقدر أسوي حركة معينة ولا أقدر أشارك. فحبيت بصراحة، حبيت كيف التدريب، إنك كيف تغيري في ناس في عقليتهم مو بس بجسمهم، وبدأ يعني حلو إنه أنت exactly. بالبداية أخذتيه كشغف وحاولتي أو فكرتي إنك أنت تنقلي الخبرة والإكسبيرينس اللي عندك للبنات اللي محتاجين هذا الشيء، محتاجين إنه يكونوا عايشين بحياة صحية بالزبط. وجسم متناسق صح. نقدر وبدأ يعني word of mouth، دي تقول لي دي تقول لي دي بنت عمبي، ما وقتها ما كان عندي social media to be honest، يعني الناس بتجوني على أساس إنهم سامعين عني. وبعد كده فكرت يعني كثير قالوا recommended إنه ليه ما تفتح الإنستغرام، ليه ما تفتح يعني خلاص to expand on everything I did that يعني والحمد لله. حلو. طب كابتن أمل، إذا بنعطي كذا نصايح للي بيشوفونا أو البنات اللي بيتابعونا على الأنماط الصحية اللي ممكن تساعدهم على الحفاظ على صحة بداية وأيضا جسم سليم. والله شوفي، أهم شيئين هي طريقة أكلك، ولازم تخلي الرياضة روتين في حياتك زي أي شيء، زي الأكل زي الشرب. طب لك إسلام ما فيه روح الجيم. شوفي once إنه يعني مو جيم أنا، ولا لازم تسوي كروسفيت، ولا لازم إنك تتقيد بطريقة، just be active إن شاء الله تجري نص ساعة ربع ساعة، يعني الحكاية كلها بالكثير ساعة في اليوم، فاهمة؟ نص ساعة إن شاء الله 20 دقيقة. يعني أولا غير إنه الأفكت على جسمك النفسية مرة تتحسن صحيح جدا صحيح. يصير عندك more confidence يصير it's really 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 nice يعني it's the feeling. أنا اللي عجبني إنه يصير الواحد الإحساس بالسعادة، لأنه بيفرز هرمون السعادة معروف الرياضة صحيح. يعني كيف it's affecting صحيح. everything صحيح. بس فالرياضة يعني مو لازم يعني don't make an excuse ما عندي جيم جنبي، ما سوي أي شيء في البيت تسوي أي حاجة يعني أجري نطي حبل نظف البيت مثلا بالضبط كريمي نظف البيت على قولك ولا تنظيف البيت ده أنا جربت. طيب أنا متفق على نقطة مرة مهمة غير الرياضات الواحدة الأشياء اللي يمارسها الواحد، التغذية والرياضة والنوم كيف ممكن نقدر نوازن بينهم عشان نقدر نوصل لنتيجة مرضية
مرضي عفوا، بعيدا عن الامراض والامور اللي تنسى اللي الواحد بيعيش فيها ويعيش بصحه جيده. اشوف التغذيه هذا برضو انذر يعني اتس هول نيو يعني ايش اقول لك موضوع كامل. انا ان شاء الله هتكلم فيه مع زميلتي هاله حمراني على سناب شات، هاو تو فيكس يور ماكروز، كيف تحسب الكالوريز، كيف تحسب الاشياء هذه كلها. نايس. ايوه بالضبط. فلازم اول حاجه تبدا من الرحله من السوبر ماركت. انت عندك مثلا كريفنج على سويت على تشوكلت، ابدا يقضي الشيء الصح، ريبليس ات ولا غيريها مثلا بفاكهه بتمر باشياء زي كده، فاهمه علي؟ وانس انك انت بتقضي الاشياء الصح من السوبر ماركت من البدايه، غصبا عنك في البيت يو جن سناك اون ذم، فما حتاكليها هي، ما حترسل السواق اشتهيت تويكس اشتهيت وات ايفر سوري اي تشوكلت، فحتاكل الشيء الحاله اللي قدامك. فحاول اني خلي الاشياء المفيده في وجهك على طول، انما جسمك اوتوماتيكلي حيتعود انك يو جن جراب قدامك، سواء فاكهه سواء whatever it is قدامك، خضار سويها زي السناكس. كمان دائما حاول انك تقري الانجريدينتس والليبلز اللي موجوده على اي شيء تشتريه. بي سمارت، يعني الناس لازم تتعلم بنفسها كيف تختار الاشياء الصح، تشوفي نسبه السكر نسبه الكاربس فور ايتش برودكت يو. صح. وحاولي دائما اللي ربنا خالقه الاكل، الخضار الفاكهه اللحم، لا تاخذي اشياء بروسيسد اور كان ذس از ذا ورست فود يو كان ايفر تيك، يعني مثلا الخضار المعلبه الاشياء دي المعلبه ابعدي عنها، فاهم علي؟ فيصير يعني يكون اكثر فريش افضل ومحلي احسن من الامبورتنت. لاحظي مثلا الخضار والفاكهه اللي هي جايه من برا مستورده، يعني كيف قعدت في السفينه 20 شهر ولا 30 يوم 40 يوم وجايه على السوبر ماركت برضه، يعني نو واي اكيد، يعني صح. They are injecting it with so many things عشان تفضل بطريقه فريش. فحاول الاشياء اللي في البلد اللي موجوده اللوكال برودكت، سواء لحوم سواء خضار، خليكي على طول في الفريش. شويه شويه الواحد يعود نفسه، لا ينط فجاه يبغى يغير حياته يبغى يغير نمطه يبغى يصير صحي. اللي تاكل مثلا شوكولاته كل يوم تبدا تخففها مرتين ثلاثه في الاسبوع. Gradually everything in life يبدا بالتدريج. صحيح طبعا. اكيد بالضبط. نشكرك كابتن امل بعطية على كل المعلومات اللي قدمتي لنا هي، وان شاء الله اكيد متابعينا يستفيدوا منها ان شاء الله. اكيد نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. باذن الله. حننتقل لفقرتنا الثانيه معاكم ان شاء الله في ساعه شباب للاخبار والسوالف، خليكم بعد راجعين. حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار بنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. وبداية مع أولى الأخبار، وفي حصد هنا لأحد الجوائز والمراكز، بس أتحملوني شوي مع المرض، هحاول إن شاء الله أنطق الحروف بشكل صحيح. خبر جميل جدا يقول لك السيارة الكيميائية سديم، واللي سمع عنها حيعرف هتكلم على إيش. تحصد المركز الثاني لجائزة أفضل تصميم، وفي الخبر ذكروا انه فاز فريق السياره الكيميائيه سديم من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن بالمركز الثاني عن محور التصميم في مسابقه عالميه اقيمت اخيرا في مدينه سان فرانسيسكو بالولايات المتحده الامريكيه. من بين 42 فريق شاركوا في المسابقه، ضم الفريق سديم 9 اعضاء تحت اشراف الدكتور باسم ابو السعود زي ما احنا شايفين الصوره، المشرف على فرع جمعيه AIC HE ونادي الهندسة الكيميائية بالجامعة، والدكتور محمد باشماخ رئيس قسم الهندسة الكيميائية. استغرق هذا العمل أو فريق العمل عاما كاملا للإعداد لهذه المسابقة اللي شهدت منافسة شديدة في جميع محاورها، وهي السباق والتصميم والبوستر، هذا كل ما اللي تموه واخذوا عليه هذه الجائزة. حقيقي يستاهلوا صراحة، مبدعين دائما وفي مختلف المجالات بنشوف ابداعاتهم سواء من الشباب او من البنات. خلونا نروح لخبري الثاني الموجود معايا اليوم، وصراحة خبري من اكثر الاخبار الرائعة، واتمنى الكل المعلمين والمعلمات اللي بيدرسوا اكيد انهم يستفيدوا من هذا الخبر شوي، لانه ممكن يغير حياة طالب بيدرسوا، وهي تحية معلم لتلاميذه جعلته حديث العالم. وطبعا اصبح معلم امريكي بمرحلة التعليم الأساسي حديث الصحف ومحطات التلفزة الأمريكية والعالمية أيضا بعد ظهور فيديو لي وتداولوه كثير، وهو يؤدي تحية الصباح خاصة لكل تلميذ في فصله. تخيلوا هو داخل هذا الفيديو شايفينه، قبل ما يدخل كل تلميذ يصافحه بالطريقة اللي التلميذ بيحب أنه المعلم يصافحه فيها زي ما احنا شايفين. وحافظ ما شاء الله المعلم حفظ
مصافحة كل تلميذ، يعني لو بنشوف كل تلميذ له مصافحة مختلفة حفظهم كلهم الموجودين في الفصل. وطبعا في النهاية قال المعلم أنه استلهم فكرة التحية الخاصة لكل تلميذ من لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس الذي يؤدي تحية خاصة لكل لاعب بالفريق، وأيضا أدرك نجاح الفكرة بعد ما طبقها وأكيد اللي مع أحد تلاميذه، وبعدها قرر أنه يطبق هذه الفكرة على جميع التلاميذ الموجودين في الفصل لدرجة أنه حفظ كل تلميذ وتحيته. كان شيء جميل. أنا شفت كمان فيديو ثاني لمدرسة برضو ما أعرف إذا شفتيه ولا لا. لا ما شفته. وكانوا بيقارنوه ببعض المدرسين في أنحاء العالم من دول مختلفة، يعني بنظرة إنه كيف المدرس اللي يضرب مقارنة بالمدرس اللي قاعد يربط ويسوي يكون علاقة بينه وبين هذا الطالب. قاعد أول ما شفت الفيديو هذا وفيديو المدرسة قاعد أقول كيف حفظ كل تحية لكل طالب. صحيح. هذه محبة من القلب. هذه محبة، وهذا يعني ما أعرف صراحة يعني ما جست أفسره. حقيقي شيء جميل. أما أنا بسألك قبل ما أبدأ في الخبر الثاني، الإيموجي أنت تستخدميه كثير في الجوال؟ لا. ما أعرف ليش ما أحب أستخدمه كثير. إذا عندي شيء أعبر عنه راح أعبر عنه بالكلام. أما ما تستخدم الإيموجي نهائياً. تتوقع متى بدأنا في الإيموجي إحنا نستخدمه؟ مع ظهور الواتساب، مع ظهور وسائل التطبيقات الاجتماعي. 1980 زي ما ذكرت آخر صحيفة. 1980 والله قبل من جيل الثمانينات. من جيل الثمانينات يعني انخدع بهذا التاريخ على فكره. ليش؟ لانه الايموجي لكم ان تتخيلوا انه موجود من القرن السابع عشر، يعني من 372 سنه تقريبا. واو. تخيلي. ما كنت اعرف صراحه. هذه المذكره اللي كشفت عن هذا التاريخ لوجود الايموجي من 372 سنه وجدت في مكتبه محفوظات الوطنيه في سلوفاكيا، انه استخدام الرموز التعبيريه تحديدا والرسومات أو اللي ظهرت في وقتنا الحاضر لأول مرة في عام 1980 كانت أقدم بكثير من هذا التاريخ. هنشوف مع بعض. قال رئيس قسم الأرشيف المكتبة أن المذكرة تعود لمحامي من سلوفاكيا عاش في القرن السابع عشر وهو صاحب الفضل على أو في اختراع الأيقونات التعبيرية والهاشتاج، مبين أن الباحثين صنفوها بأقدم رمزين تعبيريين في العالم. هذا المحامي كان بيشتغل كاتب عدل في المحكمة عام 1635 تحديدا، وكان يرفق بجانب توقيعه رسم وجه تعبيره مبتسم، وهذا طبعا عشان يعبر عن رضاه بالنتائج. أما الهاشتاج فتوضح أنه كان يرسمه مع إصبع مهرج في سياق لا يزال غير واضح. احنا شايفين طبعا الوجه اللي على اليمين تحت مع الهاشتاج اللي هو الوسم، بس لما احنا ما عارفين ليش حاطين الهاشتاج او ايش تعبيره للهاشتاج. حلو، كان يعني هو السباق في هذه الفكره. والله يعني انا افتكر صراحه حتى ثراد من اول ما بدينا نتعلم الرسم نحن كنا نرسم السمايلي فيس، ما كنا نعرف انه هو ايموجي اصلا. ما نعرف تاريخه اصلا. ولا نعرف تاريخه في النهايه. صحيح. المهم نعيش ونشوف في النهايه ونكتشف اشياء جديده مع فقره الاخبار منوعات. وفي خبري الاخير راح اقول لكل البنات اللي دائما بنتكلم في فقره الرياضه والصحه، وبنجيب معانا وبنستضيف معانا الكباتن المختصين في هذه الفقره، وبنشوف قديش انجازاتهم في عالم الرياضه، وفي المقابل بنشوف بنات الين الحين ما بيفكروا بالرياضه ابدا ولا بيحاولوا انهم يتعبوا نفسهم او يقووا عضلاتهم او ياخذوا ممكن بعض الرياضات اللي نقدر نسميها رياضه الدفاع عن النفس عشان يحموا نفسهم. ما تعرفوا في يوم من الايام ممكن تتعرضوا لخطر وانتم ما تدروا بتكونوا لحالكم، فهذه اللحظات او هذا الوقت تحديدا تقدروا انكم تدافعوا على نفسكم بالاساليب اللي انتم تعلمتوها في حياتكم. لي خبري، فتاه ايطاليه تتعرض او تلقن 3 لصوص تعرضوا لها بدرسا قاسيا، وكمان ذكرت انه لقنت الفتاه الايطاليه تحمل حزام اسود في رياضه الجيوجيتسو 3 لصوص هاجموها وحاولوا سرقة هاتفها النقال درسا لن ينسوه، وطبعا 3 الشبان اللي أحاطوا بطالبة تبلغ من العمر 16 عام يا جماعة، وهي عائدة من منزلها من المدرسة إلى منزلها، وهاجموها وحاولوا أنهم يسرقوا جوالها، بس هي قالت لهم على مين ده، أنا ماخذة حزام أسود ما تقدروا أبدا. وطبعا لحظهم العاثر تبين أن الفتاة الضحية بارعة في فنون القتال المختلطة، وباستخدام الفتاة حركة بهلوانية شلت أحد اللصوص. طبعا أتوقع أنه هذه الحركة اللي شايفينها في الصورة، وما إن رأى الرصان الآخران رفيقهما سريعا حتى هربوا على طول، ولم تصب الفتاة بأي أذى وعادت أكيد إلى منزلها سالمة بدون أي ضرر. وبعد كده تقدمت بشكوى
الى الشرطه كمان شكوى بعد ما شلت الرجال. طبعا يعني حقيقي من هذه من اهم الاشياء اللي اتوقع كل بنت لازم يكون عندها اساليب الدفاع طبعًا عن النفس عشان تقدر انها تدافع عن نفسها في النهايه. والله كفو والله دميه ما هي سهله. أيوة بقوه الضربه شكله ما كمل الرجال وهو طايح، لا بس في الهواء كفايه الطيحه الحاله اعتقد حينزل على رقبته او شيء. شلل شلل أيوة. ما قدر يتحرك الرجال. فعشان كذا كانت والله الواحد ترى على فكره يعني احنا كانت يعني دائما يكون عندنا ضيوف زي اليوم امل كابتن امل كانت موجوده معنا عندها نوع من انواع الرياضات. ايضا في كثير من النساء عندهم يعني احترافيه في انواع من الرياضات. لا نقعد نقول لا ما نقدر او ما ينفع، بالعكس عيشوا حياتكم وعبروا عن نفسكم وتمرنوا الرياضات اللي تحبوها لانه تحتاج انه احنا نكون بهذه القوه وبهذه الكيفيه حقيقي. اكيد طبعا مكملين بفقرات. طبعا كذا انتهت فقره الاخبار والمنوعات، بس لا تروحوا بعيد مكملين باخر فقراتنا لهذا اليوم. هنطلع فاصل قصير نرجع لكم بعد الفاصل. حياكم من جديد في ساعة شباب. حسبت انت اللي حتبدا تضحك فجأة. عموما معكم في ساعة شباب حنكمل، واليوم في فقرة صح عليك راح نتعرف على احد المشاريع الصغيرة اللي راح تنطلق ان شاء الله بقوة. اكيد واكيد مع ضيوفنا اللي اطلقوا فكرتهم بسبب رغبتهم في تقديم اكل طبيعي وطازج وبايدي ايضا سعودية. اسمحوا لي ارحب بضيوفنا اصحاب مشروع ذا كود، فيصل الغامدي وايضا محمد باخشوان. يا هلا فيكم معنا في ساعة شباب. الله يحييكم منورين، يعطيكم العافية الله يسعدكم. طيب بداية خلينا نتكلم على الفكرة، كيف بدأت؟ هي بدأت من رغبتكم لتناول، اسألك محمد، رغبتكم لتناول الأكل الصحي، ويعني في كان فكرة معينة في بالك وفي بال الجروب اللي كان معك، بس لو تقول لنا عن انطلاقة هذه كيف كانت؟ بداية الفكرة كانت كنت أنا شغال لوحدي، وبديت أول شيء كنت لوحدي مع زوجتي جابت لي صاج اشتغلت عليه، وما مرة وما مرة ومرة ومرة جت طلبوني أصحاب أخويا ورحت لهم، بعد كده طلبوا برا جدة في رابغ ورحت برضو مع نفس الشباب، ومرة مع فيصل كده في البيت قال لي تعال نجرب اليوم عندنا جايين شباب تعال نجرب. أنت متمرسين في أنه كل واحد يطبخ أيوة كل مرة حلو. في البيت نسوي كل مرة شيء نسوي في البيت. ومرة صادفت كده مع فيصل وكان موجود كان عنده كابتن محمد جعفلي محمد جعفلي وجابهم الشباب، وكان مريض برضو واحد من الشباب كان معاذ القرني هو ثاني سنة بس للأسف ما جاء. وعجبته الفكرة وانطلقنا في هذا المشروع وبدأنا يعني بدينا منه الحمد لله سوق نفسنا الحمد لله حلو لما توسعنا. طب بسألك فاصل، يعني كل أصحاب مشاريع يحاولوا أنهم يتفرغوا خصوصا إذا كان المشروع مبتدئ يحاولوا أنهم يتفرغوا لهذا المشروع، فبسألكم هل تخليتوا عن وظيفتكم الأساسية في سبيل إطلاق هذا المشروع ونجاحه أكثر ولا لا؟ لا طبعا ما تخلينا عن وظائفنا، يعني كلنا في وظائفنا الحمد لله. طبعا جالسين نوافق بين الاثنين يعني بالمطعم والوظيفة اللي كل واحد حلو، بس يعني الوزنية هذه ما جات على طول، أخذت وقت عشان توصل لكم. والله هو طبعا تعب عارف، بس دائما الواحد يعني يبغى الشيء هذا فيحاول انه يطور من نفسه عارف، يوافق بين الاثنين. طب خلينا نتكلم على برجر ذا كود تحديدا وبسأل الشيف، يعني دائما الناس تركز في نوع اللحم المستخدم او المقدم في البرجر، ايش نوع اللحم وايش الانسب برايكم في الطبخ؟ والله احنا نستخدم لحم بلدي. بس الاماكن اللي احنا نستخدمها من البقر الكتات اللي احنا نستخدمها في جده اللي احنا نستخدمها، يعني احنا وصلنا لاكثر من كت هو الحين اللي متمدين الحمد لله رب العالمين، يعني هو الى الان ماشي كويس وفي طلبيات بتجينا الحمد لله، يعني طلبيات بتجينا من قبل ايفنت باسبوع في طلبيات بتجينا ما شاء الله ما شاء الله. حلو. طب فيصل خليني اسالك، يعني في الفترة الأخيرة يعني ظهرت إنه والله شباب صاروا بيسووا فود تراك وبرجر تراك وبدأوا هم يطبخوا بنفسهم يصيروا شيفس ما شاء الله عليهم، فأنتوا يعني بالبداية ما كان إنه كشباب متوظفين، كيف قدرتوا إنكم أنتوا تكسروا حاجز الخجل وتقدموا نفسكم للناس كشيفس ومتواضعين جدا في هذا المجال؟ طبعا هو في البداية يعني بداية الموضوع محمد كان بيجي عارف لوحده، ف يعني دخلت معاه أساعده في الأمور اللي هو البرجر. ايوه الطبخ، لا هو طبعا الطبخ عند محمد، فاحنا اللي هو تجهيز البرجر تجهيز من جبنا من كسرنا الحاجز عن طريق الايفنتات. الايفنتات مره ساعدتنا. حلو يعني مره ساعدتنا، يعني خلتكم يعني تكونوا جريئين اكثر. جريئين كان عندنا خوف من مواجهه الجمهور صراحه، بس دخلنا ايفنت مره وتقريبا في 4 ساعات عملنا حوالي 550 برجر.
ما شاء الله. وتصولت من قبل ما ينتهي المهرجان بثلاث ساعات. تدخل جينيس انت مساعد جينيس. لا مو للدرجة. بس اعرف ايش سر البرجر اللي بتسووه، ايش اللي بيميزكم عن غيركم؟ عاد فاتك فيه؟ عاد فاتك لانه دكتور. ايوه كنت ملعب الجوهر صحيح. وتعرفت على فيصل هناك. طب ابغى اعرف فيصل، ولا خليني اسال محمد عشان هو اللي يضبط الوصفة، قد ايش اخذ منكم وقت عشان توصلوا لرسبة معين او وصفة معينة لطعم البرجر، من خلطة او حتى مدة شوي على النار؟ لا تقريبا احنا وصلنا للكت، قدرنا نجرب حوالي ست شهور نجرب كل اسبوع كان نجرب مرة ما شاء الله. بس يمكن حالي ما لنا تقريبا الا شهر وصلنا خلاص الكت النهائي اخيرا. بعد ما عملنا تكميم راضين 100% اهم شيء. ايوه الحمد لله. اهم شيء ان التجارب كلها كانت على الاهل والاصحاب. أيوة. يعني هم هذول عندنا فار التجارب اللي بنجرب عليهم كل شيء في النهايه. طب بسالك فيصل، يعني لاي مدى ساعدتكم مواقع التواصل الاجتماعي في الانتشار وانه تجيكم طلبات كثير من الناس؟ يعني كلنا ما ننكر انه لها دور جدا كبير خصوصا للمشاريع الناشئه. صحيح. فبعرف قديش ساعدتكم. طبعا في السوشيال ميديا في الوقت الحالي الدعايه او انطلاق الواحد اي مشروع بيكون عن طريق السوشيال ميديا، بيبدا بس يسوق لنفسه عن طريق السوشيال ميديا سواء في السناب شات في الانستغرام او في تويتر. ف يعني ما شاء الله تبارك الله، عارفه جونا يعني كثير طلبات، جاتنا اضافات يعني بشكل يومي بيجينا اضافات على الحساب في السناب. فالكل في الوقت يعني في بدايه مشروعنا الكل كان حاب انه يذوق البرجر. طيب فسوينا انا ومحمد طبعا ايفنت كذا مصغر، فسوينا اللي هو الدعايه للبرجر وجونا زباين كثير يعني عن طريق السناب شات. حلو. ايفنت خاص فيه يعني في الناس في المعارف عشان بس. ايوه نسوي دائما ايفنتات في بيت اهل فيصل مثلا يكون اهلهم مسافرين. أيوة. نستغل الفرصه. جميل. ونسوي الايفنت. جميل. طب انا ابغى اعرف مين اختار الاسم فيكم؟ بنت خالتي. ايش طب وليش ديكود؟ هو كان سالتوها ليش ديكود؟ هي في عندنا فكره ان شاء الله حتبان مع افتتاح المطعم. يعني ما تبي تقول الان؟ ان شاء الله مع افتتاح المطعم. طبعا انتوا عرفتوا شو الفكره. انا تحمست يعني الفكرة. من الاسم واضحه الفكره اتوقع، انتوا ربطتوا الفكره بالاسم صحيح؟ تقريبا بديكورات المحل كمان. انا اقول بطريقه التقديم حتى بطريقه التقديم اتوقع يعني سمثينج فور ذا انا توقعت. طب فيصل بسالك، يعني هل بتتنقلوا في اكثر من مدينه في المملكه ولا انتوا حابين انه تكون بدايتكم بس في جده وبعدين ممكن انتوا تتفرعوا بافرع للمطعم هذا؟ لا هو في البدايه بنكون في جده ان شاء الله. بعد كذا يعني ممكن توسع بيننا. بس بنغطي في الكيترينج. اي بنغطي الكيترينج يعني الكيترينج بنطلع نغطي في مكة عبد الله. الملك عبد الله السعودية. مكة. ايوه. شوفي بس البرجر. بالله شوفي. هذا كم كالوري؟ لا لا تتدور. لا قبل شوي تقول لك كم كالوري عمرك ما حتاكلي. لا يعني ما شاء الله تبارك الله يعني شكله. هذا جوسي. جوسي جوسي. مرة يشهي. جوسي كود. الواحد ياكله. حقيقي والله زي كذا انا تقدم لي كذا خاصة على برا وشوفوا. طب بسألك والله محمد، يعني في كثير بيسوي برجر صنفناهم قبل كذا بيسوي الأشياء كلها الخس الجبنة الطماطم كلها بتكون مستوردة، فأنتوا كمان بتستوردوا ولا محلي؟ لا في الخس هي مستورد لأنه إحنا ما نستخدم إلا خس على دي. والعيش برضو عندنا مستورد. العيش مستورد. حلو. والخس مستورد. جميل. حلو. كيف الطعم؟ قل لي تراد أنت دكت أنا ما دكت. والله هو كان ممتاز صراحة. ويعني الفكرة انه كان ما شاء الله عليه مليان عادة البرجر يكون دائما فيه زيت او يعني ضايق. صح. بس هذا اللي عجبني فيه انه كان خصوصا وقت كنت جيعان ما انسى كيف كنا بسرعة مهجولين، فكان وقتها طعمه جيد. فايش ما كان فيه ما كنت حاحس باي حاجة كنت جيعان. طب خليني اسألك فيصل، يعني ايش اكثر تتوقع العقبات اللي ممكن تواجه الشباب خصوصا لمشروع ناشئ او مبتدئ؟ والله ان شاء الله طبعا ان شاء الله ربي ما يجيب العقبات يعني. اي ان شاء الله. والله شوف العقبات يعني ممكن بتكون اللي هو من تصاريح او حاجه يعني ممكن هذه ممكن تاخرنا شويه. نقدر نقول كمان الدعم المادي؟ الدعم المادي لا الحمد لله. لا الحمد لله ربي هو ثالثنا معاذ هو صراحه اللي مو مقصر معنا في اي شيء. ممتاز ممتاز. بس انه هذه التصاريح اللي تاخذ وقت طبيعي الواحد يعني تاخذ كل خطأ. الشباب بيقولوا نفس ال بس هو اهم شيء الطموح لو عندك طموح. اي طبعا هو اهم حاجه عشان كذا يعني لما تيجي الفكره كثير من الناس ممكن كانوا زيكم في البدايه بيعملوا بيطبخوا في البيت او عندهم فكره مشروع بس ما يتحركوا. انا ما ابغى اعرف مو من فين جاتكم الفكره، خليني اسالك محمد ايش الشيء اللي حركهم وقال لا لازم نسوي مشروع؟ هل هو يعني قد ايش المنتج كان لذيذ ولا فعلا تبغوا تتخلوا عن اعمالكم مستقبلا وتبغوا تستقلوا؟ ايوه يوم ما كنت اسوي لاصحابي واسوي لاصحاب اخوي وطلعت مره رابع واسوي للشباب قالوا الحرام انه ما يكون محل محل.
يعني اولا جات بفكره ودعم من الناس اللي حولكم. اهلي صراحه وزوجتي كلهم كانوا مؤيدين الفكره هذه، وحرام انه ما. وثانيا؟ ثانيا دعم مادي، دخل مادي كان صراحه يعني حسيت انه ممكن يفتح لنا دخل اكثر من ممتاز اكثر من وظيفه. صحيح، يعني حقيقه تراد شايفين في الفتره الاخيره ما شاء الله الشباب متميزين في هذا المجال وما ننكر ابدا، صاروا كلهم شيفس خصوصا في البرجر، يعني كل احد بينافس الثاني بالوصفه اللي بيسويها او بالخلطه اللي بيسويها. يا بنات يعني لازم تتحركوا يا بنات. ايوه لازم تتحركوا ونبدا ننافس الشباب يعني حقيقي والله. خلوكم في الكب كيك حقكم، خلينا في الكب كيك والحلويات، نحن مبدعين في الحلويات برضه. ايوه يا والله وش حالاتكم في الحلويات؟ مو شيء مستنقص ولا شيء، بالعكس انا اقول خلي البنات الكب كيك لانه فعلا يعني انت تقدر تجمل الشيء وتعطي شيء سويت يعني بطبيعتها. انت اعترفت انه نحن يعني لا 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 أيوة. يا منيره لا تقولي كذا ابدا، لا يسمع طراد. منيره بتقول يا جماعه اسمعكم، منيره بتقول حتى الشباب نافسونا في الحلا، صح ولا لا؟ لا بشهاده الضيوف اللي شرفونا كم كم. طبعا لا، محمد عنده حلا كمان انا احسن صراحه، خليني اوجه لها تحيه اكيد على الشاشه، تحيه لك يا بدور، يعني صراحه عندك زوج يسوي كل شيء ما شاء الله حقيقي، يعني مبدعين في مجال الطبخ، ونتمنى لكم كل التوفيق اصحاب مشروع ذا كود فيصل الغامدي ومحمد باخشوين، شرفتونا اليوم في استديو ساعات شباب، واكيد نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك فيصل، وراء كل رجل عظيم امراه اكيد اكيد عظيم، بتساندوا بتوقف معاه ان شاء الله، دائما التوفيق لكم وشكرا لكم اليوم. يا اهلا وسهلا، حنكون معاكم بكره. بكره ايش؟ بكره الخميس؟ لا مستعجل ان شاء الله حكون معكم بكره باذن الله مع المرض الواحد مدر عن شيء، ايميل البرنامج هاشتاج ساعه شباب موجودين عشان نعرف ايش جديدكم وايش اللي حابين تشاركون معنا، واحنا مرحبين وكلنا صدور واسع عشان ناخذ اللي عندكم. اكيد. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، راح نلقاكم بكره. تمام الله معكم، انا لمياء غالب، انا كنت معكم طلعت سندي، مع السلامه.